إطار الجمع العام السنوي لمؤسسة البحث التنمية والابتكار وعلوم الهندسة وكذلك مجلس إدارة اليوم تعطات واحد المجموعة من النتائج والإحصائيات في المنجزات اللي تمت خلال هذه السنة، بحيث بداية من ناحية البحث والتنمية والابتكار، حيث المؤسسة قدمت واحد العدد كبير من براءات الاختراع وبعض المنشورات الوطنية والدولية وكذلك بعض المشاريع اللي تم إنجازها بشراكة مع الشركات الوطنية في إطار برنامج التطوير نتاع وزارة الصناعة والتجارة. وبخلال هاد المشاريع هذا تم واحد العدد كبير من الشباب اللي تم أخذهم في سيكل الدكتوراه بالمؤسسات البحث وإعطائهم واحد المنحة نتاع 7000 درهم شهريا خلال 3 سنوات، وهذا اللي أعطى واحد الدفعة قوية للمنتوج نتاع البحث والتنمية والابتكار خلال هاد السنة. وكذلك المؤسسة عرفت واحد خلق عدد كبير من الشركات على الصعيد الوطني، اكثر من 700 شركات السنه اللي تم انطلاقها بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكذلك بعض الشركاء الوطنيين والشركات كذلك. وفي اطار تكوين المؤسسه قامت باعطاء انطلاقات نتاع سوبتك سونتي هذه السنه ب 380 طالب في جميع التخصصات، في تخصصات الهندسه الصحيه وكذلك تقنيات الصحه وكذلك بعض التقنيين اللي تم اعطائهم وتكوينهم هذه السنه في سيكل الاجازه وكذلك سيكل الماستر. وخلال هذه السنه كذلك تم عدد كبير من المشاريع اللي تم انجازها كبناء المركز البحث التنميه والابتكار في المحمديه وكذلك مؤسسه سوبتك سونتي وكذلك مؤسسه سوبتك سونتي في الصويره، وان شاء الله سنعطيو كذلك رونديفو لاجل سوبتك انفيرونمون في الدخول الجامعي المقبل. وشكرا الجميع اللي ساعدوا باش المؤسسة هذه السنة، جميع وزراء وكذلك عمال وولاة الصعيد الوطني اللي تم إنجاز هذه الأهداف المسطرة. وشكرا. بالنسبة للحافلات كاين مؤسسة أمل اللي عطات هدية من أجل الطلبة لسوبتك سونتي المحمدية وكذلك سوبتك سونتي الصوار. الكارافان نتاع الأسنان تم إعطاء من أجل المؤسسة اللي تتساعد كذلك مؤسسة البحث والتنمية والابتكار من قيام واحد القافلة طبية على الصعيد الوطني انطلاقا من ولاية مراكش السافي. مصطفى فوزي رئيس مؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي والأعمال الاجتماعية، في هذا اليوم الآخر تم توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة اللي تترأسها مستشار صاحب الجلالة سيد أندري عزولاي، لا فونداسيون دينوفاسيون اي دو ديفلوبمون. الحمد لله هذا غيكون ثمره ديال الشراكه وبدايه ديال الاشتغال ان شاء الله في دي سونتر دو ريشيرش ان شاء الله في المجال ديال الصحه والعمل الاجتماعي ايضا، واللي غيكونوا ان شاء الله من المبادرين على المستوى الوطني حتى على المستوى الافريقي ان شاء الله تعالى. والمؤسسه ديال الامل اللي كانت باش تنجح هذه المبادره وضعت رهن اشاره هذه المؤسسه التي تراسها السيد اندرو عزولاي جوج الحافلات لنقل الطلبه ديال سوبتك، وهذه مساعده سامبوليك رمزيه لبدايه الاشتغال ان شاء الله تعالى والعمل الجاد ان شاء الله تعالى في العمل الاجتماعي.